صار التالت عباب تقول أنا كنت راجعة، كنت راجعة، اضطرت لأن تجلس أمام عند السواق اللي هو قائد السيارة هذه الذي يقود السيارة، بتقول أنا مضطرة. أنا أقول حتى ولو لم تكوني مضطرة، ما دمت بعيدا عنه ويفصل بينك ما يفصل، والناس جميعا معك والمسألة ليست خلوة، قد نقول بالجواز في هذا الباب إذا احتاجت إلى ذلك، وإن لم تحتج فالأولى لها أن تبعد وألا تجلس في هذا المكان، لكن إن احتاجت لا أحج واسعا، الأمر جائز وحتى ليس فيه كراهة.